يا عماد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عامل ايه؟ احساسك ايه دلوقتي؟ انا مستمتع بشكل غير طبيعي، يعني دي تاني مرة اعمل فيها سكاي دايفنج. مرة عملتها في الجلالة ودي تاني مرة في مدينة شرم الشيخ. جو يعني فعلا مش حد هيشوفه غير في مصر. الجو اللي انا شفته النهارده ما حدش يشوفه غير في مصر، منظر اكتر من رائع. يعني شرم الشيخ كلنا بنحبها واحنا شايفينها على الارض، فما بالك لما تشوفيها من فوق الموضوع مختلف بشكل كبير جدا يعني. طب والادرينالين المره دي اقل ولا زي ما هو؟ لا لا اعلى. كل مره بيزيد، كل مره بيزيد. اتبسطت اكتر؟ المرتين اتبسطت فيهم طبعا، لان كل مره في مكان مختلف وبتجربه مختلفه ومناظر مختلفه واشكال مختلفه. ف انا فخور ان انا مصري يعني. بما اننا في شرم الشيخ واول حاجه بتيجي في دماغنا كلنا اول ما نقول شرم الشيخ هو منتدى شباب العالم اللي مصر بتجمع فيه الناس من كل حته في العالم كل سنه. لو افترضنا ان الدوره الجايه المنتدى هيعمل ندوه عن قضيه رياضيه معينه، تحب تكون ايه؟ احب تعصب جماهيري نتمنى يعني، وبعض الاعلام الرياضي. بالنسبه للجماهير اتمنى الدنيا تكون اهدى، بس يعني تشجع فريقك زي ما انت عايز، افرح واتبسط زي ما انت عايز، لكن في الاخر في مناطق ما تروح لهاش. ده بالنسبه للجمهور. بالنسبه لبعض البرامج ان تقييمك يبقى فني بالنسبه للعيب الكوره، ما يبقاش بيتكلم عن اي حاجه تانية خارج الكوره. اتمنى وحتى النقد يبقى النقد هادي، يعني بلاش في تجريح. عايزين نسمع الفويس نوت اللي سجلتها قبل ما تطلع الطياره. اوكي تمام، يلا بينا. يعني يا رب طمارة سليم للمرة الثانية بعمل سكاي دايفنج. دي حاجة أنا ما كنتش متوقع إن أنا ممكن أكون بعملها للمرة الأولى أصلاً، لكن عملتها للمرة الثانية، وإن شاء الله أتبسط وإن شاء الله أنزل بالسلامة وتشوفوني وتستمتعوا. بحبكم. طيب عماد إحنا كده خلصنا، نورتنا اتبسطنا معاك جداً، أتمنى أنت كمان تكون اتبسطت. آخر حاجة هنعملها هناخد سيلفي مع النص والتذكاري وبس كده.